بسم الله، ربنا اجعلنا سفنا نجاة يا رب الأرض والسماوات. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، اللي ما عنده صلة حقيقية معاشة مركزية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تو يصلح أموره قبل ما يحق عليه الحق من الله اللي هو حق ولا يظلم أحدا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله أي يلتجأ إليه يرضيه يتبع دينه حرفا حرفا وحرفا حرفا وحرفا حرفا، يعني ما فماش زيه. أما تقبل أجب الرحمن وله كتاب في القرآن وعنده رسول ختم برسول الكرام عليه السلام اسمه أحمد العربي الأمي الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم.